كنا نتمنى لكم وان شاء الله نخدم دائما في الافراح يا رب. محمد الحجار على هذه الانشوده الرائعه. حضورنا الكريم انه ارث الانبياء، فمن اخذ به فقد ظفر بحظ وافر من ارثهم. انه يبقى والمال يفنى، ان اهله هم القائمون على امر الله تعالى حتى تقوم الساعه. انه العلم الذي فضل الله تعالى اهله ورفع قدرهم درجات في الدنيا والاخره، حيث قال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. حضورنا الاعزاء، اليوم نحتفي جميعا بتكريم كوكبه جديده من ابنائنا وبناتنا، قاده المستقبل وقاداته، من الناجحين والناجحات في الثانويه العامه لهذا العام، الذين بذلوا جهدا كبيرا وثابروا وتميزوا وسهروا الليالي من اجل النجاح والتميز ورفعوا رؤوسنا عاليا. وهنا نثمن جهودهم جميعا، وكذلك نثمن جهود ابائهم وامهاتهم ومعلميهم ومعلماتهم، والتي اثمرت هذا النجاح والتفوق المبهج. الان سنكون مع كلمه لطلبة العلم من المكرمين والمكرمات، تلقيها بالنيابة عنهم الطالبة المتفوقة ريم ناهض الأسطر، الحاصل على معدل 98%، فلتتفضل على بركة الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله ما تعملون خبير. عائلتنا الرائعة واتحاد شبابها المميز، ممثلين مؤسسات رسمية والأهلية، حفلنا الكريم، على معدل 98%، فقلت